يا مشاهدينا، هنبدأ مع بعض يومنا النهاردة بفقرة الصحافة عشان نعرف أهم المنشطات والأخبار المهمة الموجودة في الجرائد النهاردة. هتكون منورانا النهاردة في الاستوديو الصحفية والكاتبة في جريدة الحياة اللندنية الأستاذة أمينة خيري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازيك يا عاملة إيه؟ أنا عاملة كويس. كويسة؟ مش عايزة أعمل لك حاجة سخنة الصبح، عملت الرانيا لا أنا والأشرف. سبقتك، بينسوني الحقيقة. طب يلا مش مشكلة، عشان يسلك المرة الأحبال الجاية. الصوتية بس المرة الجاية. أمينة بليز، تعالي نقرا بس الأول الأخبار مع بعض ونرجع مع بعض نتكلم عن خبر خبر. تمام. أول خبر معانا مشاهدينا هو في الأهرام، صفحة أولى، إقبال محدود على التصويت في الإعادة. أما الشروق، صفحة 5، حيثيات حكم انتخابات الساحل، مجلس الدولة هو المختص بمراقبة جميع الإجراءات حتى إعلان الفائزين. الأهرام، صفحة أولى، سرقة أوراق الانتخابات من سيارة قاضي. المصري اليوم، صفحة 3، القبض على شقيق مرشح الوسط في قضية قتيل الانتخابات. الشروق، الجنزوري يعثر على وزير داخلية ويؤجل اسمه إلى الأربعاء. المصري اليوم، صفحة أولى، دماء في معارك البوتاجاز، مصرع 2 وإصابة 16، والأهالي يقطعون الطرق والسكة الحديد. الشروق، صفحة أولى، جلسة باكية لأهالي شهداء إمبابة أثناء عرض فيديو أحداث جمعة الغضب. الأهرام، صفحة أولى، شقيق جرانا ذهب لزيارته في طرة فألقوا القبض عليه. الشروق، صفحة أولى، وده آخر خبر معانا، مصدر قضائي ينفي إخلاء سبيل قناص العيون. نرجع للأخبار، وأول خبر معانا يا أستاذة أمينة هو في الأهرام، إقبال محدود على التصويت في الإعادة. هو الحقيقه مش الاهرام بس، هي كل الجرايد اللي طالعه النهارده وكل شعورنا اللي احنا صحينا بيه النهارده ان احنا كلنا عندنا يمكن حاله صدمه شويه من نسبه الاقبال على صناديق الانتخابات امبارح اللي هي في الاعاده للجوله الاولى من الانتخابات في عدد من المحافظات. وطبعا اللي نزل منا ادلى بصوته فعلا في الاعاده، حاسه ان انا عن نفسي كنت في لجنه في مصر الجديده، كنت انا لوحدي جوه اللجنه. يعني طبعا هو شعور جيد انك تبقي لوحدك فتنجزي بسرعه، ولكن طبعا شتان ما بين المشاهد اللي كانت موجوده في الاسبوع اللي فات وما بين اللي كان موجود امبارح. حتى لسه كنا بنتكلم مع اشرف قبل ما تطلعوا هوا، يعني فعلا حاجه غريبه جدا ومحتاجه الكثير من يعني في علامات استفهام محطوطه قدامها. طبعا ممكن يتقال ان الناس ما بقتش خايفه من حكايه غرامه 500 جنيه، ولو اني اشك شويه لان انا يعني عندي يقين ان الغالبيه العظمى من الناس اللي نزلت في الانتخابات واللي نزلت في الاستفتاء 19 مارس انهم كانوا نازلين عشان هم عندهم رغبه حقيقيه في الادلاء بصوتهم وعندهم قناعه وايمان اتولدوا بعد الثوره ان هو صوتهم هيعمل فرق. فطبعا الغياب اللي كان موجود امبارح ده كان غريب شويه، ولكن ممكن احنا نفسره مثلا ان في ناس كتيره في يوم الاثنين 28 وقفوا اكتر من 8 او 9 ساعات على بال ما كان في ورق اتاخر، على بال ما وصل كان في ازدحام، كان في بعض اللخبطه، فيمكن الناس كان عندها بعض التخوف. كان في نظريه تانية بتقول امبارح عشان موسم وعاشوره، يعني كل سنه وانتم طيبين، فالناس كانت مشغوله، اللي صايم واللي يعني مش عايز ان هو يغيب عن شغله مره تانية وهكذا. بس انا الحقيقه شايفه ان ده كلها تفسيرات سطحيه شويه، يعني اكيد في سبب ما فعلا يخلي الناس دي، قد يكون في ناس محبطه، الناس اللي هي كان عندها يمكن اتجاه ليبرالي شويه ان تبقى في نتيجه يعني احسن شويه بالنسبه للكتل او اصحاب التيارات الليبراليه بالظبط كده، فحسوا ان الموضوع اصبح محسوم فان صوتهم مش هيعمل فرق. او العكس صحيح، ان الناس اللي هي كان عندها او تنتمي الى تيارات دينيه ضمنت النجاح، فقالوا خلاص احنا يعني ضامنين ان احنا خلاص هيبقى لينا اليد العليا في البرلمان فخلينا قاعدين في بيوتنا. في كل الاحوال انا شايفه ان طبعا يعني عندنا امل كبير ان النهارده، طبعا النهارده اليوم الثاني والاخير للاعاده، تكون النسب يعني احسن شويه، يكون في اقبال اكتر شويه، ويمكن هيساعد على ده ان فعلا امبارح المشاهد كلها كانت بتؤكد ان الغالبيه العظمى من اللجان كانت فاضيه او يعني ما فيش ساعات انتظار طويله زي المره الاولى، فيمكن ده يشجع الناس ان هو مثلا يروح اثناء عودته من العمل او لو بيقضي مشوار يعدي على اللجنه، يعني مش هيبقى فيها تضييع وقت زي المره الاولى. زي ما كنت بقول في البدايه، الحماسه اللي كنا فيها في اول مرحله، او مش يعني مش ما اقصدش الاعاده، في المرحله الاولى انه مش عايزين الحماسه دي تروح مننا، لسه مشوار صحيح. طويل، مش طويل قوي بس لسه مشوار طويل، مش معقول من اول جوله كده من اعادتها هنقعد في البيت. عارفه ساره، هو مهم كمان ان الحماسه يجب الا تفطر زي ما بيقول، لازم تستمر، لان هي الحماسه مش هتبقى في التصويت للبرلمان فقط، لا احنا عندنا، احنا مقبلين على مرحله المفروض ان الناس كلها يبقى عندها نوع من انواع يعني الرغبه الحقيقيه في المشاركه السياسيه الايجابيه، سواء بالتصويت او سواء يعني حتى لما البرلمان يبقى موجود لازم ان احنا نتابع احداث البرلمان
البرلمان، لازم ان احنا نتابع اداء الاشخاص اللي احنا انتخبناهم او حتى اللي احنا ما انتخبناهمش، بس هم خلاص بقوا امر واقع، لان دي هي دي الديمقراطيه، ان احنا يجب ان نتقبل النتيجه لو احنا مش شاكين ان فيها تزوير فاضح زي ما كان بيحصل في السنوات الماضيه. للاسف احنا مش عايزين برضو، يمكن الناس اخذت على زي ما بيقولوا الكنبه، ان طول الوقت الناس بترمي الحمل على الناس اللي فوقهم بقى يتصرفوا في البلد، لكن المره دي الموضوع مختلف. المختلف وزي ما بتقولي يعني دوم صوت لصوتك فعلا، ان احنا لازم ان احنا نخلي الحماسه دي مستمره حتى وان كانت النتيجه يعني مش مطابقه لاحلامنا، ولكن زي ما بنقول احنا دخلنا مرحله جديده، حتى لو كانت الاربع سنين الجايين الدوره البرلمانيه اللي جايه بيمثلنا فيها اشخاص احنا مش يعني ما انتخبناهمش، ولكن زي ما قلت هي دي ديمقراطيه، نتقبلهم ويبقى في عين عليهم رقابيه، وبعدين خلاص ما بقاش في النظام المزمن والرئيس المزمن والوزاره المزمنه. فده انت قلتي يمكن حاجه مهمه جدا بجد لفتت انتباهي دلوقتي، انه حتى الناس او الاحزاب اللي انتخبناها ونجحت، اللي ما كانش قصدنا ان احنا ننتخبها ونجحت، حتى لو احنا ما حطيناش عينينا عليهم وتابعناهم وقت بوقت الفتره اللي جايه، طب احنا كده بنسيب لهم المجال اكتر زي صحيح ما بيقولوا ان هم يعملوا اللي هم وهيبقى عايزينه، تكرار او استنساخ تاني لما كان سائدا يعني قبل الثوره. واحنا نتمنى طبعا ان ده ما يحصلش، ونتمنى ان محدش يستفرد برايه او يستفرد باتجاه او بتيار معين في داخل البرلمان او في خارجه. مظبوط. بصي احنا نروح كده لتقرير صغير كده ونرجع مره تانية نكمل باقي اخبارنا في صفحه في فقره الصحافه. نروح نشوف بس راي الناس في المجمعات الاستهلاكيه ونرجع على طول. المجمعات فعلا هتعمل توازن في الاسعار، بس الناس اللي تشتغل في المجمعات يكون عندهم ضمير، عشان دي هتفتح لنا عماله وهتشغلنا تاني وتالت، وبعدين الحاجات لما بتترص برضو برصه حلوه هتجذب الزبون انه يشتغل، والناس اللي بره دي هتبقى ما فيش فيه حاجه، لان احنا لما بنشتري حاجه من بره رفع الاسعار غير المعامله وحشه. ولعل عسى يكون احدث واحدث كمان عشان تغلب المجمعات اللي هي المولات والاماكن الثانيه بتاعت عدم الشهره، يعني هي مجمعات الاستهلاكيه هي المبدا العمل في الاول في الاساس. اكيد يا ريت ربنا يسهل، اديك شايفه حال البلد عامل ازاي، يعني حاجه اكيد هتساعد وهتعمل حاجات كتير. بصراحه لا يعني، بس يا ريت لو حاجه زي كده هتساهم وهتعدل في حال البلد اللي احنا شايفينه دلوقتي يا ريت، وخصوصا ان في معدل فقر يعني تحت خط الصفر، دي هتساعد ناس كتير. النظام التعاوني في مصر غير موجود، وهذه المجمعات تملكها الحكومه وليست التعاون الحقيقي اللي هو موجود في العالم كله. احنا بنعاني قوي من الاسعار اللي ما بتقفش دي، على طول بتبقى على طول غاليه ومش قادرين عليها بصراحه، يعني كل يوم الحاجه بتغلى وكده. يا ريت بقى حد يراقب الاسعار دي بالنسبه للسوبر ماركت وفي اي حته، نيجي نشتري خضار مش عارفين نشتري خضار، فاي حاجه بنشتريها نلاقيها غاليه. المجمع الاستهلاكي يبعد عنه مفتش التموين اللي هو مش امين. مفتش التموين اللي بياخد السلعه من المجمع ويروح يبيعها في السوق السوداء يتحاكم. لابد من احكام الرقابه على المجمعات، ومفتش التموين يبقى عنده كرامه وعنده عفه نفس، وهذا لن يتاتى الا اذا انصلح راتبه. مفتش التموين بيروح يستنى هيطلع بكم كرتونه وكم كيلو لحمه وكم فرخه، يعني العمليه واضحه للجميع. المهم ما يبقاش في تركيز ليها في اماكن واماكن، لا المشكله مش في العدد، ممكن العدد يبقى ثلاثه اضعاف او اربع اضعاف ما حققش الغرض المنشود منه، فالمفروض بيتحدد العدد بناء على المناطق اللي اشد احتياجا. انا متفائل خير مع الحكومه الجديده اللي هتيجي. متفائل خير مع الحكومه اللي هتيجي جديده. الاسعار في الطالع والاسعار نار جدا، والجمعيات الاستهلاكيه انتهت او زمانها راح من فتره طويله جدا، يمكن من ايام ما كنت صغيره، يعني اخر مره شفت الحاجات دي كنت فعلا صغيره. فأمينة رأيك إيه لو رجعت، لما ترجع مرة تانية المجمعات الاستهلاكية دي، هل هتأثر أو هل هتحصر الأسعار في السوق، هتخلي سوبر ماركت أو أي حد بيبيع خضروات أو حاجات دي تبقى أسعارهم مهاودة وفي المظبوط ولا إيه؟ يعني خلينا بس نقول إن المجمعات الاستهلاكية ما زالت موجودة، ولكن المجمعات الاستهلاكية حاليا أسعارها هي أسعار السوبر ماركت العادية اللي احنا بنشتري منها. وأي حد بينزل، يعني أي عندنا في مصر الجديدة في حوالي 4 أو 5 جمعيات ما بين القربة على شارع الأهرام، أسعارها هي نفس الأسعار الموجودة بره، وإن كانت التنويع الموجودة جوه مش كبيرة قد السوبر ماركت، بالإضافة كمان أسعار السوبر ماركت اللي هي بتقول إن هي بتبيع بالجملة غالبا تبقى أقل شوية.
شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه في فرق بقى بين المجمعات الاستهلاكيه وبين فكره التعاونيات. التعاونيات وهي دي حاجه يمكن كانت موجوده في مصر زي ما قلتي بالظبط كمان قبل انت ما كنتي صغيره زمان خالص ايام الرئيس راحل عبد الناصر، وكانت ابتدت انها تبقى حاجه اسمها تعاونيات، وموجوده على فكره في دول كتيره في امريكا اللاتينيه وناجحه جدا. ولكن عندنا في مصر ان احنا يعني طالعين من نظام كان يعني يعتريه الفساد في كل معالمه وملامحه. مثلا لما كان في فكره ان احنا اعاده احياء فكره المجمعات التعاونيه، جمعيات التعاونيه الاستهلاكيه، حصل نوع من انواع الضغط من قبل رجال الاعمال اللي هم بيملكوا مثلا استيراد وتصدير مواد غذائيه، اللي عندهم سلاسل سوبر ماركت، لان دي بالنسبه لهم لو هي اتيحت بالشكل اللي كان موجود قبل كده هتبقى تهديد ليهم في زي ما بقول في اكل عيشهم يعني. فطبعا حصل اذعان لده وتم ايه الغاء الموضوع تماما. طبعا فكره الاسعار بعيدا بقى سواء مجمعات استهلاكيه او سوبر ماركت، احنا عندنا مشكله حقيقيه لان الاسعار مش بيتحكم فيها السوق والطلب والمعروض، لا هي بيتحكم فيها مجموعه من التجار اللي حسب رغباتهم الشخصيه وحسب ما هم طبعا شايفين ان مفيش اي نوع من انواع الرقابه. وحتى على فكره قبل الثوره وقبل فترة اللي احنا بنقول عليها الغياب الامني وغياب الدولة تقريبا بشكل شبه كامل، احنا كنا دايما واقعين تحت سيطرة التجار، سواء بقى كان جزار، سواء كان بياع خضار، سواء كان صاحب سوبر ماركت. مفيش حاجة اسمها حتى ما كنتي بتروحي تبلغي مثلا في حماية المستهلك، هم ما عندهمش قوة تنفيذية ان هو بيتلقى الشكوى لقابة. هي مفيش رقابة الحقيقة. وطبعا اللي بيبقى بيعاني مش بس على فكرة المواطن البسيط، طبعا المواطن البسيط معاناه بتبقى مضاعفة، لكن كل المواطنين لما تشوف الفواتير بتاعة السوبر ماركت اللي انت بتجيبيه بالجملة هتلاقي فيه الاسعار زي ما انت بتقولي بالظبط، مش بتفرق بقى شهر عن تاني، ساعات بتفرق ايام عن ايام، بتلاقي يعني 25 قرش في 50 قرش في جنيه. شيء الحقيقة يعني ما والله بجد الواحد قلبه يوجعه على الحال اللي احنا عايشين فيها، وعلى الناس بجد اللي ماهيتها ما تكملش فاتورة سوبر ماركت او اي حاجه من الحاجات. عشان نربط ده بالانتخابات اللي احنا بنتكلم فيها، طبيعي جدا لما واحد يكون بيتعرض عليه في وهو واقف في طابور الانتخابات او هو رايح ينتخب كيس لحمه او شنطه فيها كيس شاي وسكر، ما تطالبيهوش ان هو يبص، لا قولي له لا بص كمان خمس سنين هيحصل ايه، لا هو عايز يضمن النهارده، فما تجيش يعني طبعا طبعا يعني. الشروق حيثيات حكم انتخابات الساحل، مجلس الدولة هو المختص بمراقبة جميع الإجراءات حتى إعلان الفائزين. طبعا امبارح كان في يعني أنا شايفة أنها حاجة هزلية جدا، أن الصبح كان في جميع محطات الإذاعة، أنا كنت بسمع الراديو وأنا رايحة الشغل، أن كان في مناشدة لكل أهالي الساحل أن هم ينزلوا يتوجهوا إلى صناديق الانتخاب علشان الانتخاب شغال عادي جدا، لأن ما جاش أي إشعار للجان بوقف عملية الانتخاب حسب ما كان صدر الليلة اللي قبلها قرار من المحكمة بوقف الانتخابات الإعادة يعني. ولكن في منتصف النهار طبعا تغيرت الشكل ووصل ظهر الإشعار إلى لجان الانتخاب في الساحل، فتم وقف الانتخاب، وحتى الناس اللي راحت بعد كده معرفتش طبعا تصور. انا يعني انا شايفه طبعا ان وارد ان يحصل نوع من انواع اللخبطه في الانتخابات، ولكن يمكن اللخبطه اللي بتحصل دي وتضييع الوقت اللي على الفاضي بيخلي الناس انها تحجم عن انها ترجع تاني تنزل صندوق الانتخاب في الاعاده. اللي حصل طبعا ان امبارح حصل تأييد لحكم المحكمه اللي هو يقضي بوقف الانتخابات في الساحل، وكان شائئا لم يكن، مش بس الاعاده، لا الانتخابات الاصليه اللي هي جرت يوم 28 ويوم 29 نوفمبر. طبعا هي تأجلت المفروض اعتقد يوم 11 و12 يناير، والاعاده هتبقى 18 و19 يناير. من ضمن حيثيات الحكم الاهم اللي احنا شايفينه ان صناديق الانتخاب ظلت غائبه عن اعين المسؤولين عن اللجنه الانتخابيه لما يزيد على 10 ساعات، وده معناه ان حصل فيها او وارد ان يكون حصل فيها عبث. طبعا اكيد ده ممكن نربطه كمان بالخبر اللي بعده في الاهرام.